الحدث في هذه المقابلة بين اتحاد العاصمة وشبيبة الثورة حالة ملعبنا. الهدف الذي سجله مزين في الدقيقة 91 لم نشاهده لأنه مر أمامنا أحد المسيرين. أما الحدث الثاني في هذه المباراة فكان تألق الحارس لوطي صالح الذي صد محاولات اتحاد العاصمة وخرج مصابا في هذا اللقاء في الشوط الثاني. الحمد لله كما يقول لك مولانا وفقنا، وكنت انا ما باش نخرج من المباراه باش صاحبي يدخل في المباراه، الله غالب كما يقول لك ما صافناش الحظ الله غالب. مستوى المقابله كان مقبولا جدا، ومحاولات من شبيبه الثوره وصور صنعها انصار اتحاد العاصمه الذين عادوا بقوه، محاولات عديده كسرها الحارس لوطي بعد رأسية شافعي ثم محاولة بليلي ومحاولة أخرى من بعيطش ضاعت أمام الحارس لوطي، ثم مخالفة كرة ثابتة ومحاولة من شبيبة الثورة كادت أن تفتح باب التسجيل، ومحاولة أخرى ولوطي كان بالمرصاد لعناصر هجوم اتحاد العاصمة مثل هذه الكرة الثابتة من بليلي. الشوط الثاني وبعد مرور 45 ثانية خوالد كودري مباشرة ناحية بعيطش الذي يسجل الهدف الأول في مرمى الحارس البديل بركي. هدف الأول فتح الشهية أمام اتحاد العاصمة وخطأ من بركي وناجي يضيف الهدف الثاني لصالح اتحاد العاصمة، ثم تضيع فرصة لشبيبة الثورة ومحاولة أخرى وضربة الجزاء تسبب فيها جول وتصدى الحارس بركي طبعا للاعب بليلي، وتقليص الفارق بعد هدف حمية من شبيبة الثورة بعد ركنية منفذة كما ينبغي. محاولة من اللاعب مزيان يضيع أمام الحارس والعارضة نفس اللاعب مزيان، وبعد توزيع من بليلي يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 91 لكن لم نشاهده بعد مرور أحد المنظمين أمام كاميرا التلفزيون.